أعطى فلسطين لليهود؟ أخبروني، من الذي وقع لأرض فلسطين أن تكون أرضا لليهود؟ أليس من تترحمون عليها؟ من الذي تحالف مع أمريكا لغزو العراق وقتل العراقيين وقتل أهل السنة في العراق واحتل العراق؟ أليس الذي تترحمون عليه؟ من الذي تحالف مع بوتين ومع روسيا لقتل المسلمين في إدلب وفي سوريا؟ أليس من تترحمون عليه؟ أين ذهبت عزتكم؟ ماتت؟ إذا لم يكن عندكم دين وإسلام فليكن عندكم نخوة، بل لا بكاء عليهم، البكاء على حمزة الخطيب الذي استشهد في شوارع سوريا، البكاء على محمد الدر الذي استشهد في شوارع غزة، البكاء على أطفال المسلمين في شوارع العراق. هؤلاء الذين يبكي عليهم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا غير الإسلام دينا أدلنا الله. بسم الله عليك.